يعد من أهم المخرجين السينمائيين المغاربة الذين أنجزوا أكبر عدد من الأفلام الروائية الطويلة، أفلام أبدعها بلغة سينمائية غنية تستوحي مرجعياتها من المسرح والأدب والفكر والموسيقى. مصطفى الدرقاوي. صرخ الدرقاوي صرخته الأولى معلنا قدومه للحياة عام 1944 بمدينة وجدة، وتابع بالموازاة مع دراسته الثانوية تكوينا بمعهد الفن الدرامي بالدار البيضاء. بعد حصوله على الباكالوريا التحق أولا بمعهد الدراسات السينمائية العليا بباريس، حيث استفاد من تكوين في إدارة التصوير وأنجز أول أفلامه القصيرة بعنوان الجدران الأربعة. في سنة 1965 سافر رفقة شقيقه عبد الكريم إلى الديار البولونية لاستكمال دراسته الجامعية بالمعهد الوطني العالي للسينما والمسرح بلودز، الذي تخرج منه بدبلوم في الإخراج سنة 1972. أنتج مصطفى الدرقاوي مجموعة من الأفلام من أشهرها أحداث بلا دلالة، أيام شهرزاد الجميلة، عنوان مؤقت. مصطفى الدرقاوي نموذج سينمائي يحتذى به، حيث شكل عالما خاصا منذ أعماله الأولى، متشبعا بلقاءاته مع مثقفين وفنانين مغاربة من مختلف المشارب الثقافية مثل الفنان التشكيلي فريد بالكاهية والكاتب محمد زفزاف والممثلة ثريا جبران وكذا زوجته خديجة نور.